لكن عندك مشاريع روح شوف الجول بالسماوه. ليش ليش يا سعادة المحافظ؟ بيمن العيب؟ العلة بيمن؟ أستاذ أنا أقول لك شنو صار 2019 من أخذت على ممانعة هذا من داومنا داوم مجاني. أي فإحنا أنا ما سميت وياهم مجاني ليش؟ أنا ظروف قاعد وحيد عائلتي أنا سمحت له ظروف أكمل وياهم. هسه شو تريد؟ شوف وين نروح؟ لمن الحاج؟ طلعوا ربعك داوموا؟ والله بس كلمت مع الجهاز جماعه تسوي محاضره ينسلسل وانا بقعد. يعني انا كنت اشتغل على باب الله. تحنا ابويا كل احنا على باب الله، تحنا وعلى من نشتغل؟ كل احنا على باب الله. انت بالسماوه؟ ايوه. ابو التربيه شو يقول ابو السماوه؟ والله قال القرار يا من الوزير يا من الاستاذ ابراهيم. اخوي ابراهيم الجبوري معالي الوزير اخذي لك فدوه، هذا الوليد هم منقس من حالي كل شيء ما يدبر، بلكي لفت تربك وتباوع عليه ومدام بالسماء والسماء ان شاء الله جاي الخير. ذاك اليوم المشروع اللي اعلن عليه المعالي الله يطول عمره يعني سعاده المحافظ يقول من المشاريع الكبرى والاستراتيجيه بالمحافظه نصب الكاميرات، ولك هي ولكم هي المحافظه بيها شارع حتى تنصب كاميرات. ليش ايش بيها السماوه؟ بيها داعش، بيها القاعده، ايش بيها السماوه؟ السماوه تريد خبز سياده المحافظ؟ السماوه تريد خبز جايبين والمكتب الاعلامي والكاميرات بدقيقه يا ابني والتصوير مشروع الكبير. شوف لكم ناس، شوف لكم ناس، شوف لكم عالم خل تشتغل فرص عمل، جيبوا شركات تستثمر، بلطوا الشوارع، رفعوا من خط الفقر. جاينا انت مع المحافظ تضحك على عقلي؟ هالمشاريع الكبرى الاستراتيجيه ومن الشركات العملاقه نصب كاميرات بالسماوه، ايش بيها سماوه تنصب كاميرات؟ مطلوب نصب كاميرات نعم، لكن عندك مشاريع روح شوف الجول بالسماوه. ليش ليش يا سعاده المحافظ يا دوله الرئيس وانت بصدد التغيير السماوه والديوانيه؟ الله اكبر، ايش بيها؟ ايش بيها من مظالم؟ ماذا عاثوا بها؟ وجايك سياده المحافظ ابو الكاميرات.